شرف. بتكلم على التعامل مع عجز الموازنه، ان احنا بنبدا بقرض الصندوق النقد الدولي، وثم عندنا بعض مجموعه من القروض، وزي ما بتشوف في عندنا نمو في الاستثمار بشكل بطيء. احنا بنرغب من خلال زياراتنا دي ان احنا يعني نجذب مزيد من الاستثمارات الفتره القادمه لتساعدنا على النمو اللي احنا بنرجوه من ما بين 3-3.5% هذا العام الى ان ينطلق الى 7% مره اخرى خلال 5 أعوام القادمه. إلى أين وصلت مباحثاتكم مع صندوق النقد الدولي، ومتى من الممكن أن نتوقع أن يعني تستكمل هذا القرض؟ وأنت كما تعلم احنا كنا انتهينا من مع البنك الدولي يوم 20 ديسمبر، ولكن بعض الضغوط من لتعديل بعض الإجراءات جاءت من الشارع، وبالتالي تم تأجيل تنفيذ الإجراءات. وحدث ان احنا في خلال الفترة اللي فاتت منذ ديسمبر لحد النهاردة عدينا برنامج يعني نقول معدل بسيط بعد لقاءات شعبية وحوارات وطنية كبيرة ولقاءات مختلفة مع الأحزاب الموجودة في البلد. واحنا مفروض ان احنا بنرسل الدعوة هذا الأسبوع الى صندوق النقد ليأتي الى مصر في بداية شهر مارس لعرض التعديلات البسيطة اللي حصلت على البرنامج. ما هي الإجراءات التي برأيك الحكومة المصرية مطالبة بتحقيقها، الإجراءات الاقتصادية تحديدا في هذه المرحلة بالذات؟ هو طبعا اللي احنا بنشوفه كل يوم، احنا بنتكلم على مظاهر تحسين كل الخدمات اللي المواطن المصري عايزها، بالإضافة إلى خلق فرص عمل وتحسين الدخول بتاعة المواطنين. فده بيتم إن شاء الله، لأن احنا في البرنامج اللي احنا حاطينه إن بدأنا بالعكس، احنا ما بصيناش على ناحية الإصلاح المالي في الأول، احنا بصينا على إيه المطالب اللي عايزها المواطن المصري وعملنا لها كوانتيفاينج او رقم معين، ثم ابتدانا نعمل على ايجاد سبل لتمويل هذه المبلغ اللي هيواجه طلبات المواطنين. وبدانا في اعداد البرنامج كله من تعديلات خاصه في بعض الضرائب، من بعض التخفيضات في بعض بنود الدعم التي تخص مجموعه لا تستحق الدعم. كانت هناك ودائع من قبل حكومات خليجية لدعم الاقتصاد المصري، هل نتوقع المزيد من الودائع؟ والله احنا في جولتنا برضو دي بنتكلم، احنا ممكن طبعا ان احنا بندعو الدول العربية في المرحلة الحالية انها تتعاون معنا في انها تحط ودائع معنا طويلة الاجل، وده هيساعدنا في المرحلة اللي جاية، بالاضافة الى ان احنا برضو بيهمنا في المقام الاول ان يكون في استثمارات في المشروعات الكبيرة اللي ممكن توجد فرص عمل. لان انا بالنسبة لي من معدل البطالة اللي ارتفع في مصر ل 12.6 الحقيقة مشكلة كبيرة، ويهمنا كمان إيجاد فرص عمل للمواطنين في أسرع وقت. هل جرى الحديث أو سيجرى الحديث مع دولة الإمارات تحديدا فيما يتعلق بتقديم دعم من هذا النوع؟ الحقيقة احنا كنا تقدمنا وكنا قعدنا في خلال، يمكن انا كنت حاضر اللقاءات مع الدكتور عصام شرف وزير رئيس الوزراء الاسبق، وكان في باكج من 3 مليار دولار لم تتم. احنا بنحاول نعيد فتح هذا الموضوع، لان الحقيقة في يعني زي ما بنقول وين وين.